أمام يعني متغير هو ليس جديد، وإن بدأ أو المرة الأولى يعرض إعلاميا وهو دخول القوات الإيرانية إلى عمق كبير داخل الأراضي العراقية، خصوصا في المناطق التي حددت سابقا في المناطق المتاخمة لمحافظة سنندج الإيرانية اللي هي واحدة من المحافظات الملتهبة حاليا بالتظاهرات داخل إيران. حقيقة إيران منذ يعني ما بعد عام 1990 وما حصل في شمال العراق ومرورا بكل اللي حصل في المواقف، وهي طبعا تاريخ طويل للتدخل الإيراني أو دخول القوات الإيرانية. المسألة برمتها حصلت ما بعد الهجوم اللي حصل على نقاط محددة داخل إيران، استهدفت نقاط للحرس الثوري الإيراني في محافظة سنندج، قام بها بحسب المخابرات الإيرانية قام بها عناصر من حزب كومالي الإيراني، وبالتالي هي تريد بهذا التحرك أن تحرج الحكومة الحالية، تحرج حكومة السيد السوداني، لأنه هذا الوضع ربما كان حتى قبل زيارة السيد السوداني إلى العراق. هذه مسألة يبدو أنه أخذت وقت طويل وصولا إلى بناء هذه القلاع وبناء هذه النقاط المهمة جدا، نقاط استخبارية حقيقة. زيد على ذلك أنه أيضا إيران تعاني منذ عام 2017 وحتى يومنا هذا، منذ الاستفتاء حقيقة، الاستفتاء الفاشل اللي قام بالأخوة في شمال العراق، تعاني من مشكلة كبيرة جدا، وهي أنها لم تعد تسيطر على عديد المناطق المتاخمة مع حدود كردستان العراق، بمعنى أنها كانت منطلقا للعديد من الهجمات، وبالتالي وجدت فرصة ذهبية مع وجود الخلافات السياسية اللي مر بها العراق. تعرف حوالي سنة تقريبا كان هناك خلافات سياسية على شكل الحكومة، كانت هناك خلافات بين الإقليم وبين المركز، كان هناك هجمات متواصلة من قبل إيران على نقاط في أربيل، على نقاط في شمال العراق، على معسكرات للاجئين الإيرانيين الأكراد. فكل هذا أعطى فرصة لإيران الآن أن تتحرك بمثل هذا التوقيت المهم والخطير، وهو بالتالي به نوع من الإحراج لحكومة السيد السوداني. لكنه حتى يفهم سيد السادة المشاهدين أنه ليس جديد، يعني المسألة ليست جديدة، إيران منذ فترات طويلة وهي تحاول اختراق هذه النقاط. إيران لديها أكثر من 57 نقطة مستحدثة في على الحدود مع العراق. إيران دخلت بعمق أكبر من ذلك في محافظات أخرى، في محافظات وسط، في أنا أتذكر جيدا في ثمانية القرن الماضي أنه جزء كبير من قزانيا كان مناصفة أو مندلة مناصفة بين العراق وبين إيران. إيران استولت على مناطق كثيرة داخل العمق العراقي في هذه المناطق، في مناطق الشيب، في مناطق الفكة، في مناطق مجنون، في مناطق مهم جدا حقل مجنون، اللي إيران فجأة أصبحت شريكة للعراق في هذا الحقل. وبالتالي المسألة مسألة تمدد في وقت، وهذا طبعا طبيعي، احنا في العلوم السياسية دائما نقول بأنه عندما تكون الدولة رخوة تستطيع الدول الأخرى أو جيرانها أن تتدخل وأن أن تستفيد من هذا الارتخاء في يد الدولة، وبالتالي تستطيع أن تسيطر على العديد من النقاط. ما جرى خلال الأشهر الماضية من اقتحام وبناء نقاط تفتيش جاء بسبب أنه فعليا هناك أخطاء قام بها الأخوة في كردستان العراق، بأنهم لم يسمحوا للحكومة المركزية بأن تشارك في حماية الحدود. كانوا يتحدثون عن حرس الحدود وهذا غير صحيح، لم يكن موجودا. يعني كل من يفهم، كل من يعرف أنه لم تكن هناك شراكة حقيقية من الحكومة المركزية في مسألة ضبط الحدود مع تركيا أو حتى ضبط الحدود مع إيران. وبالتالي تحمل الأخوة الأكراد في لحظة من اللحظات مسؤولية ذلك، والآن بدأوا يعودوا مع قرارات السيد السوداني بأن تضع نقاط محددة وأن تكون قوات مشتركة، لكن قد فات الوقت. طيب دكتور.